عندنا هنا مفهومين مهمين جدا، مفهوم السي بي يو والجي بي يو. لو احنا جينا هنا بصينا في السيموليشن ويندو، عندنا هنا حاجه اسمها يوز، هو كاتب لك اسم البروسيسور، نوع البروسيسور. عندك هنا كمان يوز الجي بي يو، وكاتب لك نوع الجي بي يو اللي عندك او كارت الشاشه اللي عندك. الاول لو انا عملت هنا ستارت، بعمل هنا ستارت للسيموليشن بتاعنا، ممكن اعمل ستوب وممكن اعمل هنا ايه كونتينيو. بس انا اعمل دلوقتي سيموليشن بايه، بالبروسيسور، ونلاحظ هنا الزمن اللي هياخده عشان يعمل سيموليشن للايه، لل 90 فريم دول اخد كام؟ 9 ثواني. لو انا جيت هنا برضو عملت سيموليشن بكارت الشاشه، عملت كده ستارت، شوف كده هياخد كام ثانيه. واخد 8 ثواني. هو الاختلاف مش كبير قوي في التطبيق اللي زي ده، بس لو انت في تطبيقات تانية ومشاريع اكبر هتعرف ان الـ ان الـ ان سرعه البروسيسور اقل في السيميوليشن من سرعه الجي بي يو. فلذلك انت معظم الوقت حاول انت تستخدم الجي بي يو اللي عندك او كارت الشاشه اللي عندك، اتاكد ان هو متعرف كويس سواء انفيديا او اي تي اي، خش على موقع الشركه ونزل التعريف كويس عشان يقراه. لو كارت الشاشه مش مقرا عندك، معنى كده ان التعريف بتاعك مش مظبوط، التربلنس مش اريو عندك. فتاكد ان انت معرف كارت الشاشه كويس وحاول تعمل بيه سيميوليشن عشان الوقت يقل في السيميوليشن. عندك هنا كمان حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الكاش، عشان نشوفها هنعمل هنا كونتينر وهنعمل هنا سفير بالمنظر ده. هننزل السفير شوية ونعمل لها هنا الميتر تاج ونعمل هنا بواحد. عندي هنا حاجة اسمها الكاش، الكاش والانتر اكتف. الكاش هنا بيعمل لك سيموليشن في الايه، في الريال تايم. يعني ايه سيموليشن في الريال تايم؟ يعني هو هيمشي لك على التايم لاين اللي عندك ويعمل سيموليشن على قد عدد الفريمات اللي موجوده. انما الانتر اكتف هيعمل سيموليشن، مش هيمشي على الفريمات بقى، هيقف على اول فريم وبعد كده يعمل لك سيموليشن لا نهائي. طب هو هيفيدنا في ايه الانتر اكتف؟ الانتر اكتف مهم جدا، بحيث لو انت عايز تعدل في الخصائص ديت وانت تشوفها، انت تعدل وتشوف، تعدل وتشوف. ازاي؟ لو انا جيت هنا عملت دايركشنال فورس، جيت هنا عند الاكس عملته هنا بسالب 10، شوف كده اللي هيحصل. معنى كده ان هو هيعمل ابديت على طول. ممكن نعمل هنا وليكن سالب 100، شايفين بيعمل ابديت على طول. ممكن والله اكبر هنا، بيعمل برضو ابديت في الايه، في الفيو بورت اوتوماتيك. انما الكاش عندنا بيعمل بيعمل ابديت كل حاجه، بس في خلال اللي هم الايه، ال 90 فريم اللي عندك. الانتر اكتف مش هنستخدمه بس لما احنا نيجي نجرب قيم كتير، انما الكاش هنستخدمه لما احنا نيجي نطلع بروجكت كامل. ده الفرق بين السي بي يو والجي بي يو في الرندر. حاول انت تستخدم الجي بي يو عشان يوفر لك الوقت، وحاول انت تعرفه مظبوط.